إن لم يتوصل الطرفان التيار الصدري والإطار نعم التنسيقي إلى حل أو حل حالات الانسداد السياسي، ما الأقرب إلى المشهد الآن؟ حكومة مصطفى الكاظمي والإبقاء عليها أم حل البرلمان؟ حل البرلمان غير ممكن، لأنه هؤلاء لا يمكن أن يفرطوا بهذه المسألة. هو التقاتل الآن على المقاعد النيابية، فلن يعني لن يمضوا لخيار يعني حل البرلمان. هذا أمر يكاد يكون شبه مستحيل، سيما وأنهم يدركون أنه أي انتخابات قادمة، خصوصا باستثناء التيار الصدري لأنه له جمهور واضح، الكل سيخسر في الانتخابات القادمة سواء حلوا البرلمان أو لم الانتخابات ولهذا يحتدم الصراع. أنا في يعني تحليلي الشخصي أنه صراع يحتدم لأنه يشعرون أنه هاي فرصة أخيرة لهم، لا بد أن يتشبثوا بالسلطة وأن يبقوا يعني على وجودهم داخل يعني مفاصل السلطة الرئيسية حتى يحموا أنفسهم وربما حتى يستمروا وقت أطول. هم يدركون أنه هذه يعني الانتخابات هم يعني لم يحصلوا عليها شيء، ربما الانتخابات القادمة إذا استمر أدائهم السياسي سوف يحصلوا على نسبة أقل مما هي عليه الآن. الطرف الحقيقة المستريح أكثر والمطمئن أكثر هو التيار الصدري، ولهذا لاحظ أنه مصمم على مواقفه. أنا أعتقد السيناريو الأرجح أنه ما تستمر الأمور، ربما تبقى هذه الحكومة إيجاد صيغة ما من صيغ التوافق على أن تمضي الأمور. مع ذلك يعني حقيقة لا نعرف الآن بماذا يفكر السيد الصدر، ينبغي أن ننتظر نهاية هذه المهلة. في تقديري أنه إذا انتهت المهلة بدون انه وجود اي خيار بديل لما يريده السيد الصدر، نعم، هذا معناه يعني ضمن تسليم لزعامه السيد الصدر وانه ان يكون هو سيد الموقف وصاحب الكلمه الفيصل. هذه هي حقائق السياسه ينبغي على الجميع ان يعترفوا بها ويتحلوا بالواقع.